تحدث عن أن الرئيس والله بيجمع الفلوس، عمال يجمع المال، لكن هذا الوضع الآن، أنت كمراقبة كمهتمة بالشأن الأمريكي، هل ستكون له مضاعفات سلبية على الممارسة السياسية في الولايات المتحدة؟ وأذكر مرة أخرى أن هذا الرجل جاء يحمل شعار مناوءة النظام الأمريكي ككل. يعني أساسا حصلت هذه عملية طعن الديمقراطية في الولايات المتحدة، هي حصلت بالفعل. يعني الآن وسائل الإعلام تحاول كسب ثقة مواطنين أمريكيين مثلا لجعلهم يثقون باللقاح، لأن المواطنين الأمريكيين صاروا يعتقدون الآن أن اللقاح مسيس، وعلى ذلك فهم لا يعني صار هناك شك بأي عملية ديمقراطية من كثرة التغريدات وكثرة الدعاوى التي رفعت في المحاكم بلا أي دليل. ولكن يعني مثل ما بيقول المثل، الحجر الذي لا يصيب يدوش. فهذا ما حصل، هناك قلق داخلي باتجاه بخصوص العملية الديمقراطية بشكل عام. الآن بايدن وفريقه سيعملون على بناء هذه الثقة من جديد، ولذلك نجد الكثير من التفاصيل والشرح والدخول في أدق الأمور اللوجستية مثلا بخصوص اللقاح، كذلك بالنسبة للانتخابات. ولكن هناك شرخ حصل في الشارع الأمريكي، نأمل أن يعني يتم استعادته مع الأيام ويتم لأم هذا الشرخ. ولكن ترامب ما زال مستمر في فتح جرح أكبر فأكبر فأكبر، يعني هو لا يتوقف. اليوم هناك الكثير من المحتشدين بقرب البيت الأبيض في واشنطن ممن يؤيدون الرئيس ويقولون أن هذه انتخاب مزورة، ويطالبون الهيئة الانتخابية بالوقف عن إعلان نتائج انتخابات يوم الاثنين. هذه نقطة مهمة نادين، هل تتوقعين أن يعلن فعلا المجمع لانتخاب النتائج يوم الاثنين؟ أي نعم، الكل تحدث بنبرة اليقين، لكن هؤلاء المؤيدين المراقبون يقولون أنهم حتى إذا أعلنت النتائج نهائيا لن يتوقفوا عن مناوراتهم. التشكيك في حتى أعضاء المجمع الانتخابي، المجمع الانتخابي أو الهيئة الانتخابية، هناك من يقول أنه سوف يتم استبدال بعضهم، سوف يحاولون تغيير آرائهم أو أصواتهم. تشكيك كبير في كل شيء، ولكن سوف يتم إعلان فوز بايدن يوم الاثنين. هذا أمر لا بد منه، ولكن هل ستنتهي المعركة هنا؟ لن تنتهي المعركة حتى يتم تنصيب جو بايدن، وربما حتى بعد تنصيب جو بايدن يعني ترامب لن يتوقف، لا أعتقد أنه يتوقف. هناك كثير من التحديات التي تخص ترامب كما ذكر ضيفيك الآخرين، سواء بخصوص مشاكله القانونية، هو مطالب في نيويورك بعدة تهم فيدرالية تخص ضرائبه، سواء بخصوص مشاكل أخرى وأهدافه السياسية. أستاذ هاشم كريم، أنت